ستة أو السادس. المسألة خلافية قديمة ولا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني، لاحظ نحن أيضا ليس عندنا مشكلة. القحطاني قلنا قبل أكثر من 700 عام قال كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان، الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبياني. لاحظ إلى هنا أقول المسألة خلافية قديمة لا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني وباقي أئمة التجسيم، هذا قلنا السادس ستة أو السادس. المسألة خلافية قديمة ولا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني وباقي أئمة التجسيم التاني بعدم كروية الأرض، خاصة مع ملاحظة منهجهم في رفض وتكفير التأويل والمؤولة، لكن العجب وكل العجب من أتباعهم في هذا الزمان عصر العلم والتكنولوجيا حيث يرفضون ويكفرون العلم وما جاء به، فيصرون على رأي القحطاني ويرفضون الواقع العقلي والحسي، لأنهم جمدوا وحجروا عقولهم فصاروا يرددون كالببغاوات ما قاله أئمتهم في سالف الزمان. وهنا أيضا نحترم اختيارهم وحتى إلغاؤهم لعقولهم تقديسا لأئمتهم فإننا نحترمهم عليه، لأنه اختيارهم وبمحض إرادتهم. لكن ما لا يقبل أبدا أن يأتي مثل هؤلاء الجهال بعقول متحجرة فيكفرون الآخرين ويبيحون دماء كل من يخالفهم في سفاهاتهم وسفاسفهم. هذا أولا، انتهينا من في هذه الأسطورة. ثانيا، في كتاب الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، هذا كتاب، ما هو الكتاب؟ هذا اسم الكتاب. لا زال الكلام في أسطورة 34 داعش، الأرض مسطحة ثابتة والشمس تدور حولها. الآن مر علينا الأرض مسطحة، الآن ثابتة والشمس تدور عليها. هنا في ثانيا، إذن في كتاب اسمه عنوانه الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 1395 هجري، وفي الصفحات من 23 إلى 39 حسب النسخة الموجودة. قال مؤلف الكتاب ابن باز، عدة مقاطع عدة خطوات. قال ابن باز الأول، قال وكما أن هذا القول الباطل، أي قول يقصد ثبوت الشمس ودوران الأرض. الآن يعني كل منكم يعجب ما هو الغرض من هذا الكلام، يعني لا يصدق الإنسان أن يوجد واحد في هذا العصر وفي هذا الزمان يقول بأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور حول الأرض والليل والنهار بسبب دوران الشمس على حول الأرض، أيضا نقبل بهذا، لكن مع هذا يكفر من يخالف هذا القول، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وكما أن هذا القول الباطل، يقصد ثبوت الشمس ودوران الأرض، مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول. صور غريب، يقول وكما أن هذا القول، أي القول بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس، يقول مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول وللواقع، ومكابرة للمعقول والواقع، أو ومكابرة للمعقول. بعد هذا يكمل يقول والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة. التفت جيدا إلى عبارته، دقق في العبارة، يقول ولم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية. ماذا يقصد بالجريان؟ يقول طالعة تطلع من الشرق
وغاربة تغرب من جهة الغرب، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة، ويشاهدون كل بلد. أدلة عميقة ما شاء الله على هذه العقول، عميقة جدا، أدلة فلسفية معمقة جدا جدا جدا. يقول ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك الشيء، لم يتغير من ذلك شيء، ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك شيء، ولو كانت الشمس تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب. يعني لولا نخجل من المنبر وهيبة المنبر وقدسية المنبر ونزاهة المنبر لكان ضحكنا ضحك الله العالم بها على هذه العقول الفارغة وعلى هذه الأفكار المعمقة. أيها الداعشي، بدل أن تضع العبوة والسيارة المفخخة والأحزمة الناسفة وتفجر بين الناس والأبرياء في الأسواق في المجمعات في التكيات في المساجد في الحسينيات في بلاد الغرب في بلاد الشرق، تعال انسف هذه العقول المتحجرة من أصحابك، فجر هذه العقول، أفضل لك وأشرف لك وأقرب إلى الله. لماذا تذهب على الناس الأبرياء؟ لماذا تصدق بهذه الأحجار بهذه الصخور التي في الرؤوس؟ هذه هي الأولى بأن تفجر وتنسف. نحن نحتاج عليهم بما يقومون به، لا ندعو إلى هذا، نحن نحترم بالرغم من هذه العقول المتعجلة. ماذا نفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا تعلمنا من الإسلام وأدب الإسلام. حتى الذي في عقله حجارة نحن نحترم هذه الحجارة التي في عقل هؤلاء التيمية. ولو كانت الشمس تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار. وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها. لازال الكلام في كتاب الأدلة النقلية لابن